بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، التواصل مستمر هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للجميع. شوطنا الثالث، شوط لا يقل أهمية، شوط خصص لفئة الجعدان. التوقيت الأفضل 6 دقائق ثانيتين، تعارس توقيت سمحة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ولكن عبيد بن حمد بن شنان مضمر سمحة. متابعها، نتمنى إن شاء الله التوفيق، وبعدنا ننتظر المزيد من المزيد من التوقيتات إن شاء الله. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. شوط الجعدان أو فئة الجعدان هي الفئة الجميلة دائما، نتمنى إن شاء الله مهيض، ويا أهل الجعدان خلاكم مهيض في مكان كلكم ما ترغبون. لسمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مضمر متعبة، سعيد بن عبيد الحميري النقلة على المركز الثاني. الواش يا مرحبا أبو عبد الله. لسمو شيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم مضمر التاريخ، مضمر العوير، مطر بن محمد بن أحمد بن رفيع، نتمنى لك التوفيق يا بن رفيع. أنتقل وياكم إلى المركز الثالث، هناك اللي هو مرجام سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، سيف بن خلفان الغويص النقلة على المركز الرابع. اللي في المركز الرابع أيضا بنتعرف عليه، رابع المراكز سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم، هناك مشكور يضمر مطر بن محمد بن أحمد رفيعة. المركز الخامس الله بن محمد، وصل بن محمد مع لمح البصر، مر وعبر كله خطر ما شاء الله. لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم مضمرة ومبدعة دائما في هذا العالم الجميل، هذا العالم الساحر. سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم الفلاسي، نتمنى لك التوفيق يا ابو محمد، نتمنى لك التوفيق. نقلتنا الى المركز السادس، اللي في المركز السادس شامان سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عبيد بن حمد بن شنان المري. وفي المركز السابع، اللي في المركز السابع شاهين من هجنة نادي الشباء، ايضا سالم بن سعيد ثامن. المراكز هناك الرباع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم العرطي ايضا حاضر. سابع المركز الثامن، اللي في المركز الثامن ما شاء الله خلاب سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، هير بن سيب بن نايح بن واس. المركز التاسع هناك من الجانب الاخر، اللي في المركز التاسع مبعد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، محمد بن سعيد بن حلوة. تاسعا المراكز ما شاء الله تبارك الرحمن، مرسال لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، محمد بن سعيد بن حلوة. وفي المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وهناك عبد الله بن علي بن واس اشتبي. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه، وضحناها واتضحت الامور ما شاء الله منذ البدايه. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق والناموس يا الاخوه المشاركين المتابعين. يا سلام يا ابو مطر اللي ما زال مسيطر مع مهيض. يبى النقطة الثانية، شهد أنه يستاهلها هذا الشعار ومالكه ومضمره. النقلة على المركز الثاني، اللي في المركز الثاني مرجام أيضا بشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، سيف بن خلفان الغويص. والله يا سلام يا مشكور، وصلكم مشكور، وإذا جاوز مشكور نحن نعلن حالة الخطر، أيضا حالة الخطر. يا سلام يا مشكور لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم، أيضا هناك المضمر المبدع دائما لهذه الرياضة مطر بن محمد بن أحمد بن رفيعة. يلا يا أبو عبد الله، ما نرضى إلا بالمركز الأول، ما نباك إلا في الأمام، ولكن مرجام يرافقك. وايضا هناك ثالث المراكز لمح البصر، اللي بالناموس يقترب من هذه اللحظات، اللي وصلنا لمح البصر ينتقل من موقع الى موقع، ولكن مشكور. شو بقول يا ابو عبد الله، شو بتكلم يا ابو عبد الله على مشكور في المركز الاول لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم. الله، كم
كم بتكلم كم بتكلم كم بقول عن هذا التاريخ يا بن رفيعة، كم بقول يبالي سنة ولا سنتين ولا ثلاث أتكلم عن إنجازاتك وتاريخك، سواء في مستوى هجني أصحاب السمو الشيوخ ولا أبناء القبائل. مشكور لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المقتوم، مطر بن محمد بن أحمد بن رفيعة، أبدعت يا أبو عبد الله، أبدعت يا أبو عبد الله. فما قال الجماهير لا يتمنى للمركز الأول ألا مقدمة الشوط بدون أي توامر ولا شبه وامر تذكر عليه، أبدا ما يبي يقول له شيء، ما يبي يقول له شيء، ما يبي يروي عرض الجماهير، ولكن مذخور لأصحاب المواقف إن شاء الله. سلام لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم، والسلام لمطر بن محمد بن أحمد بن رفيع المركز الثاني شاهين هجن ند الشباب، المركز الثالث سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم المركز الرابع، سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم المركز الخامس، سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم 6 دقائق التوقيت 3 ثواني جزئين من 12 جزء من الثانية. ما شاء الله تبارك الرحمن بدون أي توامر ولا شبه وامر تذكر عليه، وسلام يا بن رفيع، سلام على هذا الأداء الجميل والمميز.